الحقي الحقي رضي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين أمن يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ ستي ولا بأمرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمة اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه، يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. يخرب بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليكي يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى. انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى. اطروح يمين. الله. هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح. سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح يبني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقف لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادام ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونا واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. اه فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوا اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفهيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطة، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه، وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك.
ايوه الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فن انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش، انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صلاحيتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدجه تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلذش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة.